في إطار مواصلة هيئة الوسطة والحوار لقاءاتها التشاورية، التقت اليوم مع رئيس الحركة الوطنية للأمل محمد هادف، الذي يرى أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار الحقيقي، وبالإضافة إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة. هذا وطلب بضرورة تحرير الإعلام وتركه يقوم بمهامها. التغطية كانت لهبة حمواني، نتابع. ونعود نطلب ونزيد نطلب باللي كاع لي ميديا بيبليك بريفي يحلوهم ويهضروا باش يدافعوا على لي زيليكسيون بريزيدونسيال، على لي زاسبيراسيون تاع الشعب. بري الكتورال نطلبوها تكون من دروك امبوزي، باش يكون ان ديبا سوران، ان حوار ماشي حوار، ان ديبا ان كونسرتاسيون سوران كونستركتيف، باش تبين لي فيتور كونديدا. انا مي بروبوزيسيون سي لا لوا الكتورال ماشي نقول خصها كود الكتورال يتبدل ولا تموديفا، هذه سا سيفي با، هذه ما تكفيش ما تكفيش. لازم هذه لا لوا الكتورال اللي راها دروك سي اون لوا الكتورال بارتيزان معروفه، داروها احزاب سياسيين وداروها ليهم باش ينجحوا ليهم، ماشي لوا الكتورال ريبوبليكان. الوغ طلبت بلي الفو ديموكراتيزي ليليكسيون بريزيدونسيال، فو لا ديموكراتيزي لي كونديسيون تاعها.